السلام عليكم متابعينا ومتابعي قناتنا علي صادق للمنواة. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن فيديو أرشيفي رياضي، وهو خاص ببطولة كأس العرب الخامسة عام 1988 اللي أقيمت في الأردن. الفيديو هو عبارة عن ملخص لمسيرة منتخبنا الوطني بهذه البطولة. طبعا البطولة أحرزها منتخبنا الوطني بعد أن فاز في المباراة النهائية على المنتخب السوري بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1. طبعا التقرير أو الملخص هو من تقديم الإعلامي ماجد عبد الحق. راح تشوفون بلقاءات مع بعض الإعلاميين من الوفد الإعلامي العراقي، وتشوفون أيضا الكابتن عمو بابا المدرب الراحل عمو بابا شلون ينطي توجيهات للمنتخب الوطني ويلوم بعض اللاعبين على بعض تصرفاتهم أثناء المباراة. وأيضا راح تشوفون لقاء مع اللاعب المصري طاهر أبو زيد قبل مباراتنا مع منتخب مصر. اللاعب طاهر أبو زيد كان يلقب بمارادونا مصر. وأيضا لقاء مع أحد الإعلاميين المصريين اللي تكلم عن مباراتنا مع مصر وانتهت بالتعادل وقال تعادل مقبول ومعقول، بالإضافة إلى اللقاء مع أحد أفراد البعثة الإعلامية العراقية الأستاذ صفاء العبد اللي راح ينطي رأيه ببعض اللاعبين العراقيين في المباراة مع مصر، ولقاء ثاني مع أحد أفراد البعثة الإعلامية العراقية الأستاذ أحمد إسماعيل اللي راح ينطي رأيه بمنتخبنا الوطني في المباريات اللي فاتت مثل مباراة تونس ولبنان والسعودية ومباراته مع مصر. وأيضا راح تشاهدون احتفال منتخبنا الوطني بالفوز بالبطولة وحمل الكأس بحضور الملك الأردني الراحل ملك حسين بن طلال. وأيضا راح نشاهد حصول اللاعب الراحل أحمد راضي على جائزة خاصة مقدمة من الملك الأردني الحسين بن طلال. راح نشوف لحظات وصول المنتخب الوطني إلى بغداد وأثناء سيره بالحافلة وشون الجماهير تستقبله بسياراتهم، وكذلك استقبال رئيس اللجنة الأولمبية السابق للمنتخب الوطني. والملفت للنظر أنه لاعبي الفريق نزعوا أوسمتهم الذهبية ولبسوها إلى عدي صدام حسين. فراح أترككم مع هذا الفيديو وإن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. تحياتي. مشكلة مين يكسب، المهم أن المباراة تطلع في إطار أخوي بإذن الله، و فرصة سعيدة برضو ان انا اشارك شعب العراق العظيم في الانتصارات اللي بيحوزها هذه الايام، وبتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في جولاته القادمة ان شاء الله. شكرا طاهر ابو زيد. استطيع ان اقول ان التعادل بين مصر والعراق في هذه المباراة الختامية للمجموعة تعادل معقول ومقبول. مشاهدي الكرام، وهذه وجهة نظر عراقية من السيد صفاء العبد حول مباراة منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب مصر. الحقيقة مباراتنا مع مصر كانت واحدة من أفضل مباريات البطولة لحد الآن، وإحنا كبعثة إعلامية كنا نتوقع أن يقدم الفريقين مستوى أفضل من اللي يقدموه، لكن مع ذلك المباراة انتهت بشكل يتلائم وما قدم كل من الفريقين. بخصوص منتخبنا كان الأداء متوسط المستوى تقريبا، الخط الوسط كان يمكن أن يلعب دور أكبر في هذه المباراة، خصوصا فيما لو ارتفع أداء لاعبينا أحمد حبيب جعفر وسعد قيس، وفي الدفاع كان من الممكن أن يؤدي غانم عربي دور أفضل، وكذلك في الهجوم شاهدنا نوع من الخمول عند يونس عبد العلي. هذه الحالات كلها أثرت على أداء الفريق وكانت سبب مباشر في انخفاض المستوى العام لمنتخبنا. خصوص المنتخب المصري، كان المنتخب المصري اليوم أفضل حالة مما كان عليه بالمباريات السابقة، ولعب طاهر أبو زياد دور فاعل ومهم، وكان من الممكن أن يقود فريقه إلى فوز كبير وثمين فيما لو نجحت الكرة اللي سددها نحو المرمى وارتطمت في القائم. على العموم المباراة والنتيجة إيجابية بالنسبة لكلا الفريقين. الفريقين الآن انتقلوا إلى الدور شبه النهائي. المنتخب المصري سيلعب مع سوريا، ومنتخبنا راح يلعب مع الأردن، وأعتقد أن المباراة النهائية ستجمع الفريقين من جديد، وفي المباراة النهائية سيكون أداء كل من الفريقين أفضل من أدائهم في هذه المباراة، لأن لابد أن يكون التوتر قد انزاح الآن بعد أن لعب كل من الفريقين أمام الآخر. ومباراة النهائية في كل بطولة رغم حساسيتها، لكن لابد أن
يكون بها أداء أفضل ويرتفع بها المهارات بشكل أفضل. نقطة واحدة حبيت أن أضيفها في هذا الجانب أنه وهي أنه المنتخب العراقي شأن كل المنتخبات الأخرى تأثر أدائه بأرضية الملعب. وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أنه منتخبنا يغيب عن نجمين كبيرين هم حسين سعيد وعدنان درجال، وأعتقد أنه لو كان عدنان وحسين موجودين لكان وضع الفريق قد أصبح أفضل وأداء أرفع مستوى. مع السيد أحمد إسماعيل الزميل الصحفي من البعثة الإعلامية المرافق لمنتخبنا الوطني العراقي. سيد أحمد، عن مستوى الخط البياني لمنتخبنا الوطني، هل هو في تصاعد؟ هل هو في مستوى ثابت أم ماذا؟ أستطيع أن أقول أنه الخط البياني للفريق العراقي انخفض في المباراة الأولى مع منتخب تونس، حيث قدم الفريق العراقي شوط رائع، والخط البياني بالشوط الثاني خفض، وكان من المفروض أن يقدم الفريق العراقي في المباراة الثانية مع لبنان مستوى أفضل للتفاوت الواضح بمستوى الفريقين، لكن الفريق العراقي أخفق في تقديم المستوى المطلوب واكتفى بإحراز نقطة واحدة هي نقطة التعادل. في المباراة الثالثة مع منتخب المملكة العربية السعودية، المراقبي البطولة ونقاطها توقعوا أن يرتقي الفريق العراقي إلى المستوى اللي أهله كممثل لغرب آسيا في الدورة الأولمبية وبطل الدورة التاسعة لكأس الخليج العربي، لكن الفريق العراقي أيضا يعني قدم في الشوط الأول مستوى طيب واكتفى بهدفين أحرزهم أحمد راضي، ولكن في الشوط الثاني أيضا يعني انخفض الخط البياني المستوى واكتفى بنقطتين أهلته للقاء الأخير مع مصر. لقاء مصر كان لقاء هام ومرتقب وحاسم، على الرغم من أنه نتيجة هذا اللقاء ما أثرت على حسم يعني صورة البطل اللي يتأهل عن المجموعة الأولى، يعني الفريق المصري يعني ضمن الصعود بعد أن احتل المركز الأول، كذلك الفريق العراقي أيضا، وخسارة الفريق العراقي في مباراة اليوم أيضا ما تثني عن صعوده، لذلك الفريق العراقي خاض اللقاء مع مصر وكان في قرارة نفسه أمل إحراز فوز يبعد عنه الشبح التذبذب والرتابة اللي يعني اللي ميزت لقاءات الماضية، فقدم الفريقان مباراة جيدة وسريعة ومثيرة. أعتقد يعني نقاد البطولة عدوها واحدة من المباريات الجميلة اللي شهدتها بطولة كأس العرب. انتقل بعدها مشاهدي الكرام منتخبنا الوطني إلى الدور شبه النهائي، وكانت مباراته أمام منتخب الأردن الشقيق. مطلوبة ما يدخل الحبكة. من البداية عدة مرات أنا حكيت قبل ما يدخل، ماكو أي كرة ترجع للخلف. رجعته أكثر من مرات كرة للخلف. في شوطة ثانية نفس الأخطاء لبث فيها. ما نفذت ولا عبالكم اكو مدربين يطالبون منكم تنفذون حاله، قمتوا ترجعون اضافه لترجيع، قمتوا تاخرون بالكره مما دفعت الفريق الخصم على الاعطاء اكثر.
وصلنا إلى مباراتنا النهائية أمام المنتخب السوري. مشاهدي الكرام، يذكر الجمهور العراقي الكريم أنه المنتخب الوطني العراقي وخصوصا في المباريات الحاسمة يكون هو الفائز. ولنتذكر مباراتنا أمام منتخب قطر في كلكتة، مباراتنا الحاسمة أمام منتخب الكويت في عن تصفيات دور السيول، مباراتنا أمام منتخب العربية السعودية في دورة الخليج العربية التاسعة، والكثير الكثير من المباريات. أيضا التاريخ يعيد نفسه ويلتقي المنتخبان من جديد بعد أن التقوا في دورة كأس العرب التي أقيمت في بغداد وانتهت عراقية بفوزنا بهدفين لهدف واحد. مشاهدي الكرام، هذه اللقطات للمباراة النهائية بين منتخبنا الوطني العراقي والمنتخب السوري.
وإلى اللقاء ونصر عراقي جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.